بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بيكم متابعينا الاعزاء مع موعد مباراه النادي الاهلي وفريق انبي في كاس مصر والقنوات الناقله. بعد فوز مستحق على فريق نهضه بركان وفوزه بكاس السوبر الافريقي للمره السابعه في تاريخه، يعود النادي الاهلي للمنافسه المحليه في مباراه ضد انبي في دور ال16 من بطوله كاس مصر. بدايه الاهلي في البطوله كانت في دور ال32 وفاز على نادي النصر بهدفين مقابل هدف. فريق انبي هو الاخر استهل مشواره في بطوله كاس مصر من نفس الدور وفاز على مبارو بهدفين مقابل هدف. ان شاء الله الفائز من مباراة الاهلي وانبي هيواجه الفائز من مباراة سموحة وبيراميدز. بالنسبة ان شاء الله لتشكيل النادي الاهلي المتوقع: في حراسة المرمى محمد الشناوي، قلب الدفاع بدر بنون، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، اكرم توفيق، في الوسط اليو ديانج وعمرو السوليه، قدامهم طاهر محمد طاهر، في الخط الامامي كل من حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، وفي الهجوم محمد شريف. اما عن موعد المباراه بمشيئه الله هتكون يوم الجمعه 4/6/2021 على استاد القاهره الدولي. المباراه هتكون الساعه 9 بتوقيت مصر، الساعه 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعه 10 بتوقيت مكه المكرمه. بالنسبه للقنوات الناقله للمباراه: مباريات كاس مصر مذاعه حصريا على قناه اون تايم سبورتس. بارك بقى للناس اللي توقعت نتيجة مباراة الاهلي ونهضة بركان بشكل صحيح، وهنعرض اساميهم حالا. اول واحد معانا رضوان سيد محمد، وبعد كده ميدو صقر، وعبقرينو تي في، ما شاء الله عبقرينو تي في تاني مرة على التوالي، واخيرا حسن مجدي عويس. انت كمان ان شاء الله اسمك ممكن يظهر في الفيديوهات اللي جاية. كل اللي عليك هتسيب توقع لنتيجة المباراة في تعليقات الفيديو. بس طلب ورجاء كده من المتابعين الاعزاء، يا ريت اللي يكتب تعليق ما يعدلش عليه، يعني بلاك تعليقات مكتوب عليها تم تعديلها، يعني مثلا ما كنتش متوقع 1-0 بعد كده ما تلاقي الماتش خلص تكتب 2-0، او ما اكتبش تعليق بعد نهايه المباراه. يبقى انا بكتب التعليق قبل الماتش، وان شاء الله كله يبقى حظه حلو الفيديو اللي جاي واسمه يظهر معانا. بتمنى لكم ان شاء الله متابعه ممتعه. كان معكم محمد احمد حنفي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.